متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله صباحكم بكل خير وصحة. نقدم لكم حالة الطقس المتوقعة نهار هذا اليوم في الرياض وعموم باقي مناطق المملكة. نبدأ معكم بالرياض، كما تحدثنا عظمى متوقعة بحدود 28 درجة مئوية، أجواء صحوة مشمسة، تميل الحارة مع ساعات بعد الظهر والعصر مع نسب رطوبة متدنية إجمالا قد تصل إلى حدود 50%، لا سيما مع ساعات الصباح الأولى. نبدأ معكم توقعات المنطقة الشمالية لهذا اليوم، أجواء صحوة ومستقرة مع ارتفاع في درجات حارة مقارنة بالأيام الماضية، درجات حارة ما بين منتصف إلى أواخر 20 درجة مئوية في عموم هذه المناطق. توقعات القطاع الغربي في المملكة، نبدأ معكم في منطقة جدة العظمى المتوقعة بحدود 30 درجة مئوية، تكون في منتصف 30 درجة مئوية في مكة المكرمة، في حين تكون في منتصف 20 درجة مئوية في مرتفعات المشاعر المقدسة بحول الله. توقعات القطاع الجبلي الجنوبي الغربي في المملكة، نلاحظ معكم عودة فرص الأمطار لهذا اليوم الاثنين في عديد من تلك المناطق، وتزايد هذه الفرصة بمشيئة الله خلال الأيام القادمة مع عظمى متوقعة في بداية 20 درجة مئوية في كل من الباحة وأبها، في حين تلامس حاجز 30 درجة مئوية في جازان على سواحل البحر الأحمر. توقعات المنطقة الشرقية، نلاحظ معكم درجات حارة ما بين منتصف إلى أواخر 20 درجة مئوية مع أجواء صحوة ومشمسة في عموم هذه المناطق بمشيئة الله تعالى. توقعات المنطقة الوسطى، نبدأ معكم بتوقعات منطقة بريدة عظمى متوقعة بحدود 25 درجة مئوية، كذلك الأمر هو في حائل، ونختم في الرياض 28 درجة مئوية مع أجواء صحوة مشمسة في غالب الأوقات بمشيئة الله. كان كل ذلك حتى اللحظة، إلى اللقاء.